يلا يلا يا كركور، انا وياك الان بدنا نتجسس لداخل معرض الابطال الخارقين. اكيد اكيد، احنا بدنا نتجسس عشان يا زعرور ما معنا اموال ندفع تكت الدخول. اكيد اكيد، يلا يلا خلينا انا وياك نطلع. يلا خلينا. ايه شو هذا شو هذا شو هذا المخلوق الغريب؟ ايه مش سونيك سونيك، هذا شكله سونيك شكله سونيك. ايه يا ويلي شو اللي رمى هذا؟ وين هو اتجه؟ خلينا اشوف وين هذا بده يروح. والله غريب، خلينا اخذ الاشي الرماه وبعدين خلينا اشوف شو بده يسوي. ايه شو اللي بده يسوي هذا؟ وين راح؟ ما بعرف وين اختفى. شو اللي رمى على الارض؟ ايه رمى هذا الاشي، رمى يعني زر الاشتراك. بحكي لكم يا متابعين انكم تشتركوا في هاي القناة، لانه في تقريبا 75% من متابعين هاي القناة يعني مش مشتركين. نعم نعم يا كركور. يلا طيب خلينا انا وياك الان نروح نشوف البوابة اللي قفز فيها سونيك. شوف بوابة سونيك. يا سلام يا سلام، خلينا نروح نحكي لبابا بسرعة. يلا يلا، وبدي اعطيه انا هذا الاشي اللي رمانا اياه. يا بابا يا بابا يا بابا. ايه يا ويلي شو اللي صاير؟ شو اللي صاير يا زعرور؟ ايش بدك بابا؟ تعال شوف هاي البوابة. اي بوابة؟ اي شو هاي البوابة الغريبة والعجيبة يا زعرور؟ بابا بوابة سونيك، انا وكركور بدنا كنا ندخل على معرض الابطال الخارقين، وبعديها يا بابا ما بنشوف سونيك طالع منه ورمانا هذا الاشي، زر الاشتراك رمانا اياه. يعني من كل المتابعين لازم يشتركوا؟ نعم يا بابا اكيد اكيد. يلا خلينا نروح. ايه يا ويلي مين اللي جالس بحكي هذا؟ كركور كركور ابتعد من هون. ليش مثل هيك؟ ليش هيني بعدته بعدته عشان الان نروح انا وانت وامك سوسي يا زعرورة. يلا يا بابا اذا خلينا نروح نادي ماما. ماشي ماشي. يلا وبدنا نقرأ اجمل تعليق وبعدين ندخل في بوابة سونيك. ماشي ماشي. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما، يا سلام. صباح الخير صباح الخير يا زعرور، صباح النور يا ماما. تعالي شوفي تعالي. ايش اشوف؟ شو هاي البوابة يا زعرور؟ ماما بوابة سونيك، والان ندخل عليها. نعم، لكن قبل هيك بدنا نطلع على غرفة التعليقات. يلا يا بابا خلينا نطلع على غرفة اجمل التعليقات وبعدين نروح على عالم سونيك. هذا التعليق من ريان. ريان بحكي لنا انا بابا انا 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 انا, أنا, أنا بدي اقرا. ماشي ماشي يلا اقرا فرجينا. بحكي لنا انا ريان من الاردن، احلى تحية لكل الدول العربية. نعم بحبك يا احمد البطل وسوسي وزعرور، واكتر واحد زعرور بتمنى تطلع تعليقي. شكرا لك يا ريان. يلا يا زعرورة الان انا بدي اتصل بجوجو او بدي احكي له انه يجي ويحط الايتم فريم ويكتب على الدايموند ريان يعني ويحط اسمه على كائن حي. ماشي خلينا اتصل فيه. الو الو يا جوجو حط مثل. يلا يا ماما خلينا ندخل في البوابة. يلا يلا يا زعرور. يلا بابا. يلا انا جاهز يا زعرورة، اني انا ابدا اطلع لعندكو. خلينا اطلع. يلا بابا اطلع اطلع. هيني وصلت. يلا اخر واحد بقفز فيها البوابة والخاسر. لا انتو غشاشين غشاشين. يلا انا الاول. انا الثاني. اووي ووو احمد سونيك، زعرور سونيك، سوسي سونيك، موجودين الان في عالم سونيك مثل ما انت شايفين. دخلنا في عالم سونيك وهون في تعليمات، بدنا نروح بسرعة بسرعة. هون كمان تعليمات، لازم تقفزوا من هذول الاشياء عارف. وبا وبا يا سلام، والله فهمنا فهمنا. واو هون يعني في تعليمات يا احمد.
نعم، وهون بيحكوا لنا لازم نقفز على هذا السلطعون. وابا يا سلام قتلناه. والله يا بابا كتير كتير اشي حلو. وابا 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 خلينا الان احنا نشوفه ايش لازم نسوي. اوه بوم، واو شوفوا هذا المكان. والله يا احمد كتير كتير اشي حلو. نعم يا سوسي، زي ما انت شايفين احنا الان متواجدين في عالم سونيك الاسطوري. بابا 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 نقدر نتحول يعني للاشخاص الشخصيات التانية؟ نعم يا زعرورة، لكن لازم انت تجيب العملات النقدية عشان تتحول. اوه انا فهمت، وانا كمان. يلا هاي هوني، هاي هي الخريطة تبعتنا اللي رح نلعب فيها اليوم. مين اللي كبساي؟ انا يا بابا بالغلط. يلا ممتاز ممتاز. وابا طلع وين طلعت كمان؟ ومين هذولا؟ هذا سونيك طيب، وهذا صديق سونيك. احنا في عالم سونيك وانا اليوم مبسوط كثير. شوف يا احمد، اي سونيك الاحمر جالس بتمرن. اوه والله يا سوسي، شوفوا هون، شوفوا سونيك الاصفر كمان، كلهم جالسين بتمرنوا. هوني كنبة الهوت دوغ. اوه شو هالذي الاشياء؟ والله اشياء قوية كثير كثير يا سوسي ويا زعرورة. يلا بابا خلينا نتحرك ونشوف ايش في اشياء قدامنا. يلا هاي في هون. واو شوفوا هاي دراجة بس لساتها مش مكتملة. والله بابا اسطورية كتير كتير. نعم يا زعرور. يلا هاي هوني كتيب، هوني مكان للتعليم، وهاي في هوني طيارة. شوفوا الطيارة خلينا نطير فيها. بابا بابا ما في جناح، انزل انزل انزل. اوه نسيت انه ما في جناح. نعم ما في جناح يا احمد. يلا اذا هينا استكشفنا البداية وشفنا ايش فيها البداية. وابا والله اشي رائع جدا جدا. بابا تعال نستكشف كمان. يلا يا زعرور ايش في هون؟ هاي الخريطة الاولى زي ما انت شايفين. خلينا اشوفون اشوفون. طلع طلع كيف تتحرك يمين يسار. واو والله انا مبسوطة. يلا تعالوا معاي. واو هيني انا الان اجيت على هاي البوابة، بس كيف احنا الان ندخل؟ ما بعرف يا احمد. او من هون يمكن يا سوسي زي هيك. واو وبا لا او نعم 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 بابا صحيح، دخلنا في اول تحدي. تعالوا تعالوا معاي خلينا نحرك ونشوف. واو شوفوا شوفوا ما اجمل التحديات هاي. طلع طلع شو هذه الاشياء؟ والله يا بابا مش عارف. يلا تعال معي يا زعرور، تعال تعالي معي يا سوسي. واو هيني انا جالسة بتقدم. ديروا بالكم انكم تخسروا. واو يا ويلي بنقص من عملات النقدية اذا لمستوا الاشياء المدببة هاي. اوه يلا مثل هيك رائع يا سوسي. شو هذه الشغلات؟ لازم تبعدوا عن هاي الشغلات. مثل هيك رائع رائع رائع. خلينا احنا الان نتقدم. لعبة سونيك هاي من اجمل الالعاب اللي انا شايفها بحياتي. واو مثل هيك. خلينا نستنى سوسي. يلا اني انا وصلت. بابا 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 شوفوا سرعتنا، والله سريعين كثير. هي زعرور. نعم نعم يا بابا نعم. يلا خلينا اقفز. انا الان بديش اضيع ولا اي عملة نقدية، انا بدي اخذهم. ماشي ماشي يا بابا. يلا خلينا نسوي مثل هيك، نتقدم ما بدنا نصيبهم هذول. يلا يلا خلينا نتقدم مثل هيك. خلينا نستكشف هذا المكان. خذوا كل العملات النقدية. طلعوا هوني هاي بترجعنا تفتح لنا بوابة، لكن قبل هيك لازم اجي انا من هون اشوف شو في هون. واو ايه هاي في واحد طلع لي، خذ لك هاي. هيني قضيت عليه وقتلته. رائع انا نزلت الى الاسفل، استنوني. يلا يا سوسي الان احنا راح نرجع لك بس دقيقة واحدة. ويا ويلي راحوا كل عملات النقدية. انا اخذتهم يا بابا. لا راحوا كمان مرة. يلا ما في اي مشكلة، وانا بتموت اذا قفزت يا زعرورة. تعالوا لعندي يا اغبياء. يلا يا سوسي هينا احنا قادمين.
هنا. زي هيك خلينا نروح على مكان سوسي زي ما انتم شايفين. خلينا اجي من هون انا وبعدين من هون. يلا تعال نستكشف مع بعض. شو هذا المكان يا سوسي؟ والله ما بعرف. هاي بوابة هون، اوه في قفزة هون، يعني كله نفس الاشي يا سوسي. نعم. يلا بابا خلينا نتقدم ونشوف. ووب مثل هيك. يلا ووو، والله انه تحدي اسطوري. بابا الان صار معانا 4 حيايات يا بابا. ماما وقعت. يا ويلي انا وقعت. هيني راجعه. يلا يا سوسي ارجعي. يلا خلينا الان احنا نروح على التحدي اللي بعده يا زعرور. يلا يا بابا. وبا خلينا نتقدم ونشوف. ابتعدي عني انت واقفز، وبعدين استني شوي. اوه نحن ما ضربتني، كان راحت كل الحلقات اللي معاي والعملات اللي معاي. امشي يا احمد. لا 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 لا, لا. راحوا كل عملاتي. شو هاي السمكة؟ مثل هيك نفعصتها السمكة. رائع ممتاز. يلا خلينا احنا الان نتقدم ونشوف شو في اشي منتظرنا بالامام. بتمشوا مثل هيك. يلا انا مش راح اطلع خلف ظهري ماشي. هيني فتحت بوابة هون. بابا يلا. اوه طلع ان هذا الشخصية. وبابا هيني دمرت انا. يلا بابا تعال خد العملات هاي. ومثل هيك هيني انا اخدتها. خلينا اتقدم. اخ ضربتني بس ما اثرت فيي كثير. وبا يلا مثل هيك جبت هاي الطايرة. وبعدين بتقفزوا وبتطيروا الى الاعلى. بتركضوا. اوه طلع لي كمان مرة وقعد لك هاي. واو والله حلوة كتير هذا التحدي اسطوري يا بابا. اكيد يا زعرور. شو هذول الاشياء؟ قنابل ولا طلقات رصاص؟ خلينا نتفاداهم وادعس عليها هاي. يلا على اللي بعد. واو استنوا، هذا مش باشا فيه صحيح. والله يلا تدروني انت سريعين كتير. طلعوا هاي الحركة. بوم 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 بوم. وي هاي بابا سويتها. انا بابا سويتها. ممتاز يا زعرور. يلا خلينا نشوف شو في مهمة. خلينا اكون اسرع من زعرور. باجي من هون بقفز وبعدين متقدم. لازم نوقف لكن استنوا شوي. شو هاي الاشارة اللي موجودة قدامنا يا زعرور؟ بابا والله ما بعرف، والله شكلها اشارة صعبة. يلا اخ لا راحوا كل اموالي. يا ويلي يا زعرور راحوا كل اموالي. بابا انا معي 11 واحد بدي اجرب اعطيك اياهم. جرب اعطيني اياهم. بابا ما بقدر انا اسف. استنى شوي وين سوسي؟ هيني وصلت. اوه اهلا وسهلا. يلا خلينا ننتظرها تنزل. ممتاز. يلا خلينا نتقدم ونشوف ايش في هون. خلينا اكبس على هاي. شو هذولا؟ بابا ما بعرف. واو حلقة كبيرة وهينا الرينج شوب. ما معي ولا حلقة. يا ويلي تطلعون 64. اذا بدكو انكو تتحولوا لهاي الفتاة يا سوسي لازم تدفع 128. اه والله يا احمد. نعم والله يا سوسي. يلا الان نروح على مكان ثاني ولا ايش؟ خلينا ندخل هون. يلا بابا. يلا خلينا نتقدم احنا ونشوف الوضع كيف. وبا رائع. اوه استنوا شوي خليها هاي تنزل بعدين بنتقدم. اوه هاي لازم تبعدوا عنها. اوه رائع لازم نقفز من فوقيها. يلا خلوا لي العملات. ماشي شوفوا هاي الحركة السريعة. اوه بجي يمين يسار وبقفز على ذي. السلام على هالحركات الرائعة يا بابا، حاول انك ما تموت ولا مرة. ماشي يا زعرور. مثل هيك بقفز في هذا المكان وبتقدم. بيطلع لي هذا وبدعس على راسه. ممتاز. اوه هاي اذا كبست انا بيجيني اشياء قوية اكيد. اخ يا ويلي سقط. وين انا جيت؟ شو هذا المكان؟ يلا ما في اي مشكلة باجي انا من هون وبقفز. يلا خلينا نشوف يا زعرور. يلا يا بابا. يا ويلي هيني انا بتقدم. سوسي خليني انا الاول. هيني دعست عليه هذا الغبي الصغير.
ممتاز، خلينا نسوي مثل هيك. اتقدم اقتل هذا. اين قتلت؟ طلع بتحول لجرس صغير. الله يا بابا والله انه مضحك. يلا ما بدي اخسر ولا مرة انا اليوم، ما بدي اخسر ولا اي مرة. يلا بدعس على هذا وبكبس عليه. وين اختفى؟ اختفى والله. يلا خلينا نشوف شو في هون. هذه السمكة، السمكة الآلية، عيني قتلتها، أعطوني الباقي. ممتاز ممتاز، معانا 27-28 حلقة. خلينا نتقدم، شوفوا هاي الحركة السريعة يا زعرور. يلا روعة. خلينا أقفز أنا هون ونشوف إيش بنتظرنا. نقفز وننزل على راسه هذا الغبي. أنا عرفت كيف أجتاز كل هذول المراحل، وبقفز من فوق هذول. رائع. وبنزل، خلينا ننزل فوق هذا كمان. عين نزلت. طلعوا أكثر منه شخصية، صاروا أكثر من شخصية. يلا بابا أحلى وأحلى. بالتأكيد يا زعرور. يا بابا، يا ويلي بابا، ماما ماتت. يلا عادي عادي يا زعرور، خلينا ننزل. يا سلام والله عالم سونيك عالم جميل جدا جدا. يلا شوفوا هاي الحركة، بعديها بدي اطلع. شوفوا سرعة سونيك. وبعديها لا، راحوا كل اموالي. اعطوني اموالي، كنت مجمع 50 عملة نقدية. يلا بابا عادي عادي، ما في اي اشي مشكلة. انت بتجمع وبعديها بتخسر، بتجمع بعديها بتخسر، عادي يا بابا، كل الحياة فوز وخسارة، لا تزعل. شوفوا هاي الحركة، تجميع وبعديها انطلاق وقفزة اسطورية. يا سلام يا سلام، خلينا نشوف اللي بعدها. او كانت هاي رح تقتلني، لكن انا مصحصح 100%. خلينا اكبس على هاي. ممتاز ممتاز، وخذوا العملة النقدية العملاقة. بابا هي رينج شوب كمان مرة. نعم. ايه يا زعرول الان شو، كيف نجي، كيف نروح؟ بابا يمكن الآن لازم نطلع. نعم نعم، تعالوا معايا. نرجعنا على هذا المكان. ممتاز ممتاز، الآن معانا توتال رن سكور. خلينا نشوف شو بنقدر إنا نسوي. أوه طلعوا هاي. بابا شو هاي؟ خلينا نشوف. طلعوا، لازم نكمل إحنا هاي الألماس، شايفينها؟ أوه والله شكلي يا أحمد، لازم نكمل كل هاي الألماس، هاي ربع ألماس صحيح؟ نعم يا سوسي. يلا خلينا الآن إحنا بدنا نشوف هاي سكور. أوه تعالوا تعالوا معاي. يلا خلينا ندخل على هذا العالم. والله عالم حلو هذا يا بابا. نعم زعرور، انتظر انتظر انتظر، اكسر راسه هذا. إذا بدكم أنتوا عملات لازم تقفزوا فوق هذا المكان وتقفزوا إلى الأعلى. فهمت فهمت فهمت. يلا تقدموا. يلا هيا بنا، هاي هي اللعبة الأسطورية. نقفز فوق هذا، نقتل، بناخذ 10 نقاط، بننزل من تحت ونتقدم للامام. يلا قتلته يا بابا يا حبيبي. ممتاز، انت وين قتلت هذا؟ خليني اوه سمكات قاتلات هون، خليني اكون سريع. بابا ضربتني السمكة القاتلة. ما في اي مشكلة، لا سقط وخسرت باقي لأربع حيوات. يلا يلا عادي. ايه يا ويلي انا خسرت. يا ويلي المش، اخ شو انا خسرت كمان. يا ويلي لازم تهدأوا، احنا الان اذا ضلينا نخسر لازم نضلكم مركزين. ماشي ماشي، لانه احنا فقط عنا 3 حيوات صحيح. نعم 3 قلوب. شوفوا هاي القفزة، هيني اخذت هاي الرينج. يا ويلي زعرور ليش بتخسر؟ بابا مش انا بخسر. يلا يلا عادي ما في اي مشكلة، خلينا نسوي مثل هيك. طلعوا هاي السحلية الغريبة، لازم نقتله. بوم، اين قتلته وفتحت بوابة. هاي البوابة بتعطيني ايه، شو هذا؟ تيلز لاب. مين رجعنا هذا المكان؟ شكله انتهى الوقت يا سوسي. والله انها لعبة اسطورية ورائعة. والله يا بابا استنوا استنوا، احنا رح نتعلم عليها كثير كثير، ورح نحاول ان نحول سوسي لسونيك اللي لونها وردي، هاي الموجودة بالاعلى. خلينا نطلع ونفرجيكوا اياها. كيف نطلع يا زعرور؟ هيا من هون. نعم اذا بدكوا، انا بضلني سونيك، زعرور بتحول للسونيك الاصفر، والسوسي بتتحول للفتاة. وين هالفتاة هذيك؟ هيا في الرينج شوب يا احمد. نعم نعم يا
اما انا بتحول لهذا. يعني في اشياء قوية كثير كثير. والله بابا 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 شوفني، مين هذا اللي قدامك؟ اوه هذا انا، اوه رائع. طيب انا بقدر اتحول له؟ كيف تحولت يا زعرورة؟ بابا هاي مثل هيك مثل هيك. والله شي قوي، يا سلام، رائع رائع. هينا تعلمنا كيف نتحول للشخصيات معاكو بهذا الفيديو يا اساطير. بابا انا الاصفر، انا ليلو، انا سونيك الطبيعية. يلا سوسي، لازم انا وياكو الان نتقدم وندخل كمان مرة نجربها. ماشي ماشي. يلا يلا خلينا الان لحظة صمت عشان لازم نركز. يلا هيا بنا لننطلق. يلا ووخ، شوفوا شوفوا بوم، قتلناهم. استنوا 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 هون استنوا هون، خلينا نسوي مثل هيك، اطلع واقفز. يلا يا احمد، اوبي له يعني خاصيات رائعة هذا كمان. والله بابا، مثل هيك بتقفز فوق هذا، هذا لازم نقتله. وبعدين ضربة سنك الاحمر الاسطوري، هذا لازم احنا نسوي مثل هيك. اين ضربتها بابا؟ انا خسرت. شو هذا؟ مين بيظل يرجعنا؟ بابا شكله لازم انت لحالك تلعبها. اوه خلاص، طيب ممتاز. زعرور سوسي خليكوا في هذا المكان، انا بدي اجرب العبها لوحدي. ماشي ماشي يا احمد، يلا بالتوفيق. يلا خلينا انا الان بدي انطلق. يلا بابا روح. خلينا انا اخذ اول اشي هذولا الرينج اللي موجود هون، اي صار معاي 16 حبة، وخلينا اضرب. هاي بوم، هيني قتلتها. ممتاز ممتاز ممتاز. يلا على اللي بعده، على اللي بعده. اوبا يلا يا بابا روح. يلا يا زعرور، هيني انا جالس بروح. خلينا اقفز من فوقي هذا، ابعد عنه، ما بدي المسه ما بدي المسه. اوه لازم اني ارجع للخلف. والله تحديات رهيبة، تحديات اسطورية. اوه هاي اذا كبسنا عليه برجعونا. الان فهمنا، خلاص تعالوا العبوا معاي وخلينا نلعب مع بعض بدون ما حدا يكبس. ماشي ماشي ماشي. يلا مثل ما تعلمنا بنكبس على هاي، بناخذ العشر الرينج وبعديها بنسوي مثل هيك. بابا مشكلة انهم هذول بيقتلوا، يعني بيقتلونا. نعم خلينا نسوي مثل هيك. يا سلام يا سلام سونيك، انا اليوم ختمت لعبتك بالكامل. واذا عجبتكو هاي السلسلة يا متابعين الاساطير، اكتبونا تحت بالتعليقات عشان نسوي لكم جزء اول، وهذا هو الجزء الاول، الجزء ثاني وثالث ورابع. خلينا اقتل هاي، قتلتها. بابا بابا لازم المتابعين وصلوا هذا الفيديو اقل اشي 10,000 لايك. اكيد يا زعرور رح يوصلوه كمان اكثر واكثر. يلا 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 اقتلهم يا احمد. هيني بقتل الجميع، ما برحم انا ابدا ابدا. اوه يا سلام، هاي في هوني افعى، هاي السحلية، خلينا اقتلها. هيني قتلتها، وخلينا احاول نكسر هذا الجدار. اوه هذا الجدار، اوه يا سلام. وين انا وين انا وين انا؟ طلع هاي النزول من اعلى مكان. ايه والله يا بابا. يا سلام، في اشياء قوية كثير كثير في لعبة سونيك، بس لازم احنا نعرف لها. خلينا احنا الان نجي من هون، خليني ارجع للخلف وبعدين اجي من هون. والله في اشياء كتير كتير احنا ما بنعرف لها يا احمد. نعم يا سوسي، عشان هيك لازم المتابعين يعني يخلونا نظلنا مستمرين في هاي السلسلة. نعم نعم. يلا الان انا اول ما دخلت على هذا المكان قالوني لتحدي. خلينا نتقدم انا وزعرور. يلا يا زعرور. بابا هيني انا خلف دارك. بوم، الضربة الملتهبة، مثل هيك هيني قضيت عليه. يلا 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 يلا، اوبا مثلك السمكة ضربت بوكس. خلينا اتقدم، سونيك الاحمر يتقدم. اقفز يا سونيك الاحمر. بابا خسرت. يلا عادي عادي يا زعرورة، ديروا بالكو، بس المهم انكم تديروا بالكو. خلينا الان نضرب هذا، والله في اشياء صعبة هون. خلينا نبعد، نقفز بالشكل الصحيح، وبعديها نقفز في الشكل الصحيح. هنا قتلته هذا، خلينا اسوي مثل هيك. هيني يا احمد نزلت كتير كتير اشياء. بابا انا بدي اوقف. ماشي وانا كمان احمد
رح انطلق. يلا يلا يلا، هوني في اشياء غريبة موجودة على اليمين. شو هاي الاشياء الغريبة؟ يلا خلينا نشوف. اوه يلا بابا يقفز، صار معاي ستاك من العملات النقدية، وهذا اشي جميل. قد لكاي قتلته ونزلوا لي الاموال. ممتاز، خلينا الان انسى وامتلك سرعة. من رائع، والله ايش حلو. نعم ايش جميل، خلينا اضرب. هاي نضربتها، هاي لازمها سرعة. بوم، فتحت بوابة. خلينا نشوف شو في بعديها. بعديها لازم نضرب، وهينا سوينا هذا التحدي بنجاح رائع. وبا با با، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. معي انا 52 يعني عملة نقدية، لما يصير معي 256 راح اشتري سونيك الاحمر الاسطوري. والله يا بابا يعني من اجمل الالعاب اللي لعبتها في حياتي اليوم. نعم بصراحة. وانا يا زعرور، اذا بدكم اجزاء ثانية اكتبونا تحت بالتعليقات، وفرجونا الدعم الاسطوري. صار معانا مجوهرة واحدة لسه ضايل 2 3 1 2 3 4 5 6 مراحل وست اجزاء. اذا بدكم نكمل لكم في سلسلة سونيك اكتبونا تحت وفي الكومنتات. ياي وبا.